بسكليتات أول ما جينا طبعا وسائل نقل ما فيه كله مشي، وبعد فترة صارت تيجي بسكليتات طبعا من المخيم برا، بس يعني سعرها غالي. ففكرت إنه أصنع لحالي يعني بسكليتي، فصرت أجيب قطع دولية بمواسير خيام من خردة البسكليتات وأقص وأشتغل مثل طبعا البسكليت اللي بتخطر ببالي أشتغلها. بدأت أناقش نفسي شو الطريقة المناسبة لدعم يوسف، قررت إني أشتري البسكليت. كل واحد بيزورني يسألني إيش هالإشي الجديد، أحكي لهم هذا إنجاز يوسف. الناس بتسأل مين يوسف، بنحكي لهم قصة لاجئ سوري دخل المخيم ضمن عقلية كبيرة، هاي العقلية محدودة ضمن سياج يجب إنه يفتح لها الطريق حتى تدعم. ما زلنا موجودين هون إحنا. شو بخطر على بالنا مثل ما بقولوا، شكل بسكليت، شكل سيارة، شكل كذا، نشتغل معاه بالسلة يعني، بنضيع وقتهم.